الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف إلى حد ما تسمى فرضية الدخل الدائم أو Permanent Income Hypothesis PIH، فرضية الدخل الدائم. وعلى بركة الله نبدأ. تعود هذه الفرضية أو النظرية إلى عالم الاقتصاد ميلتون فريدمان. ميلتون فريدمان الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد قدم هذه النظرية في العام 1957، وخالف فيها بعض الأفكار الكينزية، الكينزيان ثوت، اللي هو ما يسمى بالإفكتيف ديماند والمارجن بروبنسيتي تو كونسيوم والكونسومشن فانكشن ومن الأشياء هاي إن شاء الله. لكن سنركز اليوم إن شاء الله على ما أتى عليه ميلتون فريدمان في هذه الفرضية. يتبنى فريدمان في هذه الفرضية المبدأ الذي يقول بأن الإنفاق الاستهلاكي consumption expenditure لا يعتمد على قيمة الدخل المطلق absolute income ولا على الدخل النسبي relative income، بل يعتمد على الدخل الدائم permanent income، أي على الدخل المتوقع في المستقبل، سواء كان في المستقبل القريب أو المستقبل البعيد expected future income. إذن حسب ما يقول ميلتون فريدمان بأن الإنفاق الاستهلاكي يعتمد على الدخل المتوقع في المستقبل وليس على الدخل المطلق أو الدخل النسبي. الآن يتفق فريدمان مع عالم الاقتصاد موديلياني في الفكرة القائلة بأن الاستهلاك لا يعتمد على الدخل الراهن أو ما يسمى current income فقط. وقد تبنى موديلياني قبل فريدمان ما تسمى فرضية دورة الحياة Life Cycle Hypothesis، هذه LCH Life Cycle Hypothesis، فرضية دورة الحياة التي تقول بأن الإنفاق الاستهلاكي يعتمد على دورة الحياة، أي العمر الذي يمر به الشخص المعني، شباب كهل عجوز وهكذا. هناك فروقات في جوهر كل من الفرضيتين، فرضية الدخل الدائم وما يسمى فرضية دورة الحياة. إذ تركز فرضية دورة الحياة على أن دخل الفرد يتبع مسارا منتظما خلال حياة الفرد، في حين تركز فرضية الدخل الدائم على أن دخل الفرد يمر بحالات عشوائية random وحالات أخرى مؤقتة temporary، بين سواء وأخرى أو بين فترة وأخرى. نتابع على بركة الله. الآن يقول فريدمان في فرضيته اللي هي PIH اللي هي Permanent Income Hypothesis بأن الدخل الكلي التوتال انكم للفرد يتكون من جزئين، الجزء الدائم permanent اللي هو نسميه احنا y sub p، والجزء العابر transitory اللي هو y sub t. اي ان الان الدخل الكلي current expenditure عفوا current income for individual i يساوي y sub p اللي هي الدخل الدائم هذا permanent income، وعندي ما يسمى Y sub T اللي هو Transitory Income. هنا نعيد الدخل الكلي للفرد، هذا الدخل الدائم وهذا هو الدخل العابر. أرجو التأكيد يعني والتركيز على هذه المعادلة البسيطة. الدخل الدائم Y sub T هو الجزء الذي يتوقع الفرد أن يكسبه خلال فترات عمله، أي يعني خلال فترة العمل من 18 إلى 50 إلى 60 عام، المهم وهو يعمل. أما الدخل العابر Y sub T هو الجزء الذي لا يتوقع له الفرد أن يستمر، ربما تأتيه زيادة مؤقتة، مكافأة مؤقتة، ربح باستثمار معين، بلوتري، بسهم معين وهكذا. ما يعني بأن الدخل الدائم هو متوسط ما يكسبه الفرد من عمله. أما الدخل العابر فهو عبارة عن انحرافات عشوائية عن الدخل الدائم، أي أنه انحرافات عن متوسط الدخل لو متوسط الدخل هذا. إذن يعتمد الاستهلاك حسب رأي فريدمان بشكل رئيس على الدخل الدائم، وعادة ما يوظف المستهلك الادخار والقروض كي يعدل مسار الاستهلاك استجابة لأي تغير يطرأ على الدخل العابر. وتبنى فريدمان فكرة أن المستهلك ينفق دخله الدائم ويحاول أن يدخر كل أو جزء من دخله العابر. من الضرورة بمكان الآن التركيز على هذه، الاستهلاك حسب رأي فريدمان يعتمد على الدخل الدائم اللي هو permanent income، وعادة ما يوظف المستهلك الادخار والقروض
كي يعدل مسار الاستهلاك استجابة لأي تغير يطرأ على الدخل العابر. وتبنى فريدمان فكرة أن المستهلك ينفق دخله الدائم ويحاول أن يدخر كل أو جزء من دخله العابر. هذه الآن حقيقة حسب رأي فريدمان القيمة المتوقعة للدخل العابر تساوي صفرا، لأنه في عندي ربما في بعض الفترات الزمنية السنوات قد يخسر، قد يضطر إلى الاستدانة، وفي بعض سنوات أخرى أو فترات أخرى قد يربح أو يأتيه دخل إضافي، لكن القيمة بالمتوسط تساوي صفر، ما يعني بأن الآن دخل الفرد بالمتوسط يساوي الدخل الدائم، لأن التغير في واي سب تي اللي هو العابر هذا تعدل بعضها بعضا السالب مع الموجب. نتابع على بركة الله. على جانب الاستهلاك يقول فريدمان بأن الاستهلاك يتكون من جزئين: الاستهلاك الدائم permanent consumption C sub P، وهنا هذه consumption permanent consumption اللي هو عندي permanent consumption الاستهلاك الدائم، والاستهلاك العابر transitory consumption C sub T اللي هو transitory consumption. أي أن الآن معادل هذه C sub I current expenditure of current consumption expenditure للفرد I تتكون من جزئين، هذا C sub P اللي هي permanent consumption زائد transitory consumption، هذا الآن الاستهلاك الكلي للفرد، هذا الاستهلاك الدائم للفرد، وهذا الاستهلاك العابر للفرد، العابر طبعا مع الزمن. يشكل الاستهلاك الدائم حسب رأي فريدمان جزءا متناسبا من الدخل الدائم للفرد. الآن لاحظوا لي سنضعها على شكل معادل، هنا الاستهلاك الدائم حسب رأي فريدمان يشكل جزءا متناسبا proportional يعني proportional متناسب تناسب تناسب طردي معه من الدخل الدائم للفرد. أي أن الآن هاي consumption الدائم أو خلينا نقول الإنفاق الاستهلاك الدائم permanent consumption يساوي هذه نسبة معينة كانوا 10 20 30 50% من ماذا؟ من الدخل الدائم، فحيث تمثل كي ثابتا يساوي إما الميل الحدي للاستهلاك اللي هو margin propensity to consume MPC كما تعلمناها بمبادئ الاقتصاد الكلي، أو متوسط الاستهلاك، متوسط الميل الاستهلاك نسميه average propensity to consume MPC، أو يعني واحدة منهم، يا هذه يا هذه. من المهم أنه يعني هذه المعادلة بسيطة بأن الاستهلاك الدائم يساوي نسبة من الدخل الدائم، حيث الآن هذه النسبة هي إما الميل الحدي للاستهلاك أو متوسط الميل للاستهلاك. هنا هذه الملاحظة حسب رأي فريدمان ليس هناك ارتباط بين الدخل الدائم والدخل العابر، وليس هناك كذلك علاقة بين الاستهلاك الدائم والاستهلاك العابر. من المهم أن نفهم وندرك معنى هذا الافتراض. الآن نتابع. تتضمن فرضية الدخل الدائم المبدأ القائل بأن التغير في السلوك الاستهلاكي غير قابل للتنبؤ لأنه يعتمد على التوقعات الفردية، حتى وإن نجحت بعض السياسات الاقتصادية برفع الدخل الفردي، لأن مثل هذه السياسات الناجحة قد لا تنجح في تفعيل عمل مضاعف الإنفاق. بمعنى آخر نحن نفترض بالنظرية الكينزية على أن زيادة الدخل ستؤدي إلى زيادة الزيادة المخصصة من هذا الدخل للإنفاق الاستهلاكي، وبدوره ما يسمى بمضاعف الإنفاق سيؤدي إلى زيارة حلقة الإنفاق من المشتري للباع، ثم من الباع للباع اللي اشتري منه، وهكذا. فهون الآن بتقول إنه بعض السياسات قد لا تنجح في تفعيل عمل مضاعف الإنفاق اللي هو expenditure multiplier ثم زيادة الإنفاق المستهلك، وقد يستمر الحال على ما كان عليه قبل زيادة الدخل حتى يعدل المستهلكون والعمال توقعاتهم حول دخل المستقبل، لأننا نتحدث عن الدخل بحسب نظرية هاي permanent income hypothesis اللي هو الدخل الدائم الذي يغير من سلوك الأفراد. الآن سنبين كل هذا الكلام الذي قدمناه بالرسم البياني، لكن قبل ذلك سلوك الإنفاق الاستهلاكي في الأمد القصير يعتمد على فئة الدخل. فئة الدخل بمعنى آخر الشخص سين من الناس، صاد من الناس، يتبع فئة معينة من الدخل، هو هل هو من أصحاب الدخل المنخفض أم من أصحاب الدخل أو من ذوي الدخل المتوسط أم من ذوي الدخل العالي. فهذه الفئة الأولى هي أصحاب الدخل المنخفض ال، حيث يكون الآن ما يسمى بالدخل العابر للفئة ال
أقل من صفر بيكونوا فقراء أو دخلهم منخفض، وبالتالي لا يتوقع أن يحصلوا على دخل عابر يعني موجب القيمة، فبيكون قيمته سالب حسب رأي ميلتون فريدمان. ما يعني بأن الآن الدخل العابر بيكون أقل من الدخل الثابت أو الدائم. أما الفئة الثانية سميناها أم، هنا سميناها أل، هذه اللو، هنا ميدل إنكم، حيث يكون الآن الدخل العابر يساوي صفر. لاحظوا اللي هون أقل من صفر، هنا الآن ما يعني طبعا يترتب عليها بأن الدخل العابر أقل من الدخل الدائم. هنا الآن الفئة اللي هي متوسط الدخل يكون الدخل العابر يساوي صفرا، ما يعني بأن الآن الدخل العابر يساوي الدخل الدائم. أما الفئة الثالثة اللي هي H اللي هي هاي، حيث يكون الآن Y sub T اللي هي الدخل العابر أكبر من الدخل الدائم، وبالتالي الآن بكون بالحالة هاي أنه النفاق عليهم عالي نسبيا. الآن على المحور الأفقي، الدخل الكلي للفرد أو لمجموعة الأفراد لكل فئة الآن، وعندي على المحور العمود النفاق الاستهلاكي. حسب نظرية ميلتون فريدمان هاي الآن دالة الاستهلاك في الأمد الطويل، هذه سي صب بي اللي هي الانفاق الاستهلاكي الدائم في الـ أوكي يساوي K، يا إما المارجن بروبنسيتي تو كونسيوم أو الأفريج بروبنسيتي تو كونسيوم، إما الميل الحدي للاستهلاك أو متوسط الميل للاستهلاك مضروب بماذا؟ بالدخل الدائم. هذا هو الأمد الطويل. أما في الأمد القصير، هذا الآن دالة الاستهلاك في الأمد القصير، الاستهلاك سي في الأمد القصير. عند مستويات دخل متدنية، لنفترض الآن هذا مستوى الدخل Y sub L اللي هو low income عند هذه النقطة على سبيل المثال. لاحظوا لي ما الذي يحدث، أنه بكون عندي الاستهلاك في الأمد القصير عند هذه النقطة. أما هذه لأنه low income أم يعني transitory أو الدخل العابر. أما الآن الدخل الدائم، لاحظوا لي هنا الدخل الدائم عند مقابل هذه النقطة، وبالتالي الآن الاستهلاك الذي يتحقق بالنسبة لهذه الفئة من أصحاب الدخل عند هذه النقطة هنا، هذه سي صب ال، فبكون بالحالة هاي هنا الفرق بيناتهم شو بتقول؟ بتقول إنه الدخل العابر أقل من صفر، أقل من صفر، وبالتالي هنا بتساوى هذه النقطة عند هذه النقطة جيم، مهم جدا. ما الذي عند هذه النقطة؟ يتساوى متوسط الاستهلاك الكلي مع متوسط الاستهلاك الدائم. نأتي الآن على الفئة الثانية Y sub MP اللي هي الدخل الدائم لفئة الدخل المتوسط عند هذه النقطة، بلتقوا هنا، هذه الآن الاستهلاك للفئة M. ما نلاحظه عند هذه النقطة B بيكون بالحالة هاي Y sub T اللي هي الدخل العابر يساوي صفرا، وعند هذه النقطة نفسها متوسط الدخل الدائم يساوي متوسط الدخل الكلي. آخر فئة الآن هي الهاي permanent، لكن permanent income للهاي people أو ذوي الدخل المرتفع عند هذه النقطة. اللقاء عند هذه النقطة بالنسبة للاستهلاك في الأمد الطويل، وعندي transitory أو ما يسمى بالدخل العابر، عند الفرق بيناتهم هنا يكون ماذا؟ الدخل العابر أكبر من صفر، ما يعني الآن عند هذه النقطة بتساوى الاستهلاك عند هنا هذه النقطة C sub H، وبالتالي عند النقطة ألف هذه آخر شيء بنتحدث عنه هنا، أنه عند هذه النقطة يتساوى متوسط الاستهلاك الدائم مع متوسط الاستهلاك الكلي. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم أحبتي الفائدة المرجوة منه، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى، ربما يكون عما يسمى باللايف سايكل هايبوثيسيس اللي هي الاستهلاك أو دورة الحياة أو داخل دورة الحياة لفرانكو ميدولياني بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.